العصرية المفقودة التي تحتوي على كنوز مش إلها حل، مثل عحاورين كيكة واستغمية مع أي حد يفشها. مدينة الذهب زرزورة. فصل على النبي وتعالى أقول لك. زرزورة، مدينة الذهب المفقودة في صحراء مصر، المعروف عنها إنها على بعد 3 أيام سفر من مدينة الفيوم، ده لو مشيت طبعاً في اتجاه الغرب. وفي روايات قديمة جداً بتتكلم عن واحة أو مدينة قديمة فقدت في الصحراء الغربية اسمها زرزورة، وبتسمى برضو بواحة الطيور الصغيرة. ومن المفترض إن المدينة دي تكون موجودة في مكان ما في الصحراء الغربية، وبيوصفها كتاب الكنوز: اذهب إلى الوادي واستقر في اتجاه الغرب من الوادي في درب بيودي إلى مدينة زرزورة، والمدينة لها باب واحد بس ومرسوم عليه طائر زرزورة، وأسوارها عالية وملونة باللون الأبيض، والبيوت كمان لونها أبيض. مفتاح المدينة في فم الطائر، خد المفتاح وافتح الباب، ولما تدخل المدينة هتلاقي كنوز لا حصر لها، وهتلاقي الملك والملكة نايمين في القصر بتاعهم. اوعى تقرب منهم، بس خد الكنز وامشي. وذكرها كتير من المؤرخين زي هيرودوت اللي اتكلم عن مدينة مفقودة في صحراء مصر الغربية اسمها ديونيسيس. وفي كتاب المسعودي أخبار الزمان قال إن اللي يوصل للمدينة ياخد من كنوزها اللي هو عاوزه من غير ما يتعب أو إن أي حد يأذيه. وقال عنها المقريزي في كتابه المواعظ والاعتبار إنها بتظهر أحياناً بصورة مفاجئة بالليل أو بالنهار في وسط الصحراء، وبرضه ممكن الدخول ليها عن طريق بير مهجور في الصحراء. وقال إن البير فيه تحته باب قديم متهالك وجنبه تعبان أسود حارس لمدخل المدينة. وقال إن في أحد الأشخاص تجاهل التعبان ده وفتح الباب ولقى جنة خضراء مليانة بالأنهار والحيوانات وكنوز كتير، وممكن كمان تشوف من بعيد قصر ذهبي كمقدمة قبل ما تشوف المدينة. وبيحكي ابن الوردي في كتابه خارطة العجائب وخارطة الغرائب عن رجل من صعيد مصر جاله رجل تاني وقال له إن يعرف مدينة في أرض الواحات وفيها كنوز عظيمة، فتجهزوا للسفر وسافروا في رحلة لمدة 3 أيام لحد ما وصلوا لمدينة عظيمة في قلب الصحراء الغربية. ولما دخلوا المدينة لقوا فيها أنهار وأشجار مثمرة وطيور وقصور ودغير الذهب والكنوز اللي ما تتوصفش، فأخذوا اللي يقدروا يشيلوه ومشيوا. ولما رجعوا دخلوا على والي في الصعيد وحكوا له عن المدينة. مولانا الوالي، مولانا الوالي، خش في الموضوع على طول. لقينا مدينة وسط الصحراء مليانة ذهب وكنوز كتيرة، وخدنا اللي نقدروا عليه. حتة وانت جاي تقول لي ليه؟ ما تروح تاخده كلاته وعلى اقل من مهلك، جاي تقول لي ليه؟ مولانا ما فيش حد هناك تعرض لينا، واحنا كمان ما نقدروش نحمل الدهب ده كلاته لحد هنا، ولو حملناه ما نقدرش نحميه. كلامك ده ما يدخلش نفوخي، بس خلونا نمشي وراك. هنبعت وراك ومعاك رجال كتير يحملوا كيف ما بدهم وكيف ما بدك، ويحموك لحد ما تيجي هنا كمان. بس في حاجة كده يا مولاي، أنا والراجل اللي معايا لنا 50% من قيمة الكنوز دي. عيوني وعلهم بوتة كمان، بس تجي بالسلامة ودعمك. تسلم مولاي بليز. ولما اقتنع الوالي بعت معاهم رجالة مجهزين وقعد يدوروا في الصحراء، وبعد بحث كبير ما لقوش أي حاجة ولا أي أثر للمدينة. رجعوا الوالي وهم شايلين ومحملين من خيبة الأمل اللي يكفيهم هم وأحفادهم. وحكى ابن الوردي في نفس الكتاب إن موسى ابن نصير اتحرك من مصر علشان يبقى والي على أفريقيا في عهد الأمويين، ومشي ابن نصير في الصحراء بين الغرب والجنوب لمدة 7 أيام لحد ما فجأة ظهرت مدينة عظيمة لها حصن عظيم وأبوابها من الحديد، وحاول إنه يفتح الباب لكنه ما قدرش. فأمر رجل من رجالته إنه يطلع على السور يشوف المدينة فيها إيه، وطلع فعلا الرجل. بس أول ما شاف المدينة اتعجب لدرجة إنه صاحب صوت عالي ورمى نفسه في المدينة. كل ما يقوم الرجل من رجالته علشان يطلع يشوف في ايه يعمل نفس الحكايه. ولما لقى ابن نصير انه مش عارف يفتح الباب وكل ما يبعت راجل ينط في المدينه قام سايبها وماشي. وبرضه في روايه عن مقاول يتعامل مع العمال بعنف لدرجه انهم هربوا في صحراء مصر الغربيه، ولما وصلوا تحت جبل لقوا قافله خارجه فمشوا وراهم لحد ما وقفت القافله عند مكان فيه اشجار ونخل وانهار وبيوت، وكمان كانت فيه ناس بتراعي. قعدوا العمال عندهم لحد ما بقت عيشتهم زي الفل، فقرروا انهم يخرجوا ويجيبوا اسرهم. ولما رجعوا ما لقوش المدينة. وذكر عالم المصريات جون ويلكنسون في كتابه تيبوغرافيا طيبة ونظرة عامة إلى مصر إن في راجل من عرب الصحراء الغربية شاف مدينة في الصحراء لما كان بيدور على جمل الضايع، وبرضه كان في محاولات عن اكتشاف مدينة زرزورة سنة 1932 من لازو الماسي، وهو من أفضل الطيارين في سلاح الجو المجري، وجاب معاه صديقه الطيار الإنجليزي باتريك كليتون في رحلة البحث عن المدينة المفقودة. وكانت الرحلة مركزة على محافظة الوادي الجديد في الركن الجنوبي الغربي، وقدروا إنهم يكتشفوا 3 واحات ممطرة
أما بالنسبة لمدينة زرزورة فما كانش ليها أي أثر. وما بين عام 1921 وعام 1926 قام أحمد حسنين باشا برحلتين استكشافيتين للصحراء الغربية، وكان معه آلات للرصد والقياس من المتوفرة في الوقت ده، ودون قياساته في كتابه البحث عن الواحة المفقودة. ما ذكرش أحمد حسنين باشا أي حكاية عن المدينة المسحورة زرزورة، وعلى الرغم أنه ما عداش أصلا من الواحات الداخلة، إلا أن في رواية بتحكي أن أحمد حسنين باشا وهو ماشي في الواحات وقف بالليل فوق كثبان رملي عالي، وبص هو واللي معاه ولقوا حدائق عامرة وأبار جارية وحيوانات مستأنسة ماشية بحرية، فقال الصباح رباح وننزل تاني يوم الصبح أحسن. ولما صحيوا الصبح ما لقوش أي حاجة. متوقع يعني، هيلاقوا إيه؟ ما كل شوية تزار تختفي. فأنت إيه رأيك؟ هل المدينة موجودة بس الجن مخبيها؟ ولا المدينة مجرد خيال؟ استنى، قبل ما تقرر إنك تكتب رأيك خلينا نوضح لك حاجة. كان في قبل كده برضو مدن مفقودة زي طروادن مثلا، بس ده قبل ما يكتشفها عالم الآثار الألماني هنريك شيلمن. فهل ممكن إنها نشأت اكتشاف مدينة الذهب والكنوز؟ ولا هي مجرد خيال برضو؟ اكتب رأيك في الكومنتات، وما تنساش تعمل لايك وتسبسكرايب وتفعل الجرس. كان معكم مصطفى العشري من عجبستان، أشوفكم إن شاء الله الحلقة اللي جاية. السلام عليكم.